حديقة نياجرا فولز الجميلة المطلة على نهر نياجرا الهائج كانت آخر مكان يجمع ما بين الطالب السعودي قاسم عداوي وزوجته وأطفاله. قضى قاسم عداوي وأسرته وقتا جميلا في هذه الحديقة ليلة السبت، وتوجهوا بعد ذلك إلى موقف السيارات، ولكن وقف قاسم عداوي وقال لزوجته: خذي مفتاح السيارة وانتظريني هناك مع الأولاد وسأعود بعد أن ألتقط بعض الصور. وبالفعل توجه إلى حافة النهر لأخذ بعض الصور، ولكن أسرته لم تره بعد ذلك أبدا. فقدان قاسم عداوي كان فجعة وصدمة قوية غير متوقعة على أهله وأحبائه. جميع أهله وأخوانه، كل أصحابه اللي في أمريكا وفي السعودية تأثروا، كل الناس فجعة صراحة، وحزنانين صدمة بالمرة، هذه صدمة قوية على كل أهله صراحة. التحقيقات ما زالت سائرة والبحث مستمر منذ اختفائه، خاصة وأن عددا من شهود العيان رأوا الفقيد ومياه النهر تجرفه، ولكن وفقا لمحققي الشرطة هنا فإن فرص العثور على جثة الفقيد ضعيفة جدا، و18 جثة لضحايا سقطوا في مياه الشلالات منذ عام 2012 ما زالت مفقودة حتى الآن. أكثر من 30 مليون سائح يزورون شلالات نياجرا فولز سنويا، ووفقا لشرطة نياجرا فإن نحو 40 شخصا يلقون حتفهم غرقا في نياجرا سنويا. ولا عجب، فقوة الماء هائلة ومريعة نتيجة تدفق 186 ألف متر مكعب من المياه كل دقيقة من هذه الشلالات، مرتطمة بصخورها من ارتفاعات شاهقة. هذه المناظر الخلابة كانت مصدر سعادة للمبتعثين السعوديين هنا في جامعة نياجرا، ولكن الأمر اختلف عليهم الآن. نحن كطلاب سعوديين مبتعثين في مدينة نياجرا، المكان الوحيد بالنسبة للتنزه لنا، نقضي معظم أوقات فراغنا فيه اللي هو شلالات نياجرا. لكن بعد الخبر المحزن اللي سمعناه بخصوص أخونا قاسم، المكان صار جدا بالنسبة لنا مفجع، صار مرعب. وتظل في الأثناء أسرة الفقيد تنتظر. طلال حاج، العربية، نياجرا فولز.